اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من حره مباشره نستكمل فيها حوار الامس مع كابتن اسلام جمال نجم نادي الزمالك. كابتن اسلام، عندي سؤال مهم. احنا خلاص رجعت مره اخرى الى نادي الزمالك، وده احنا قلناه. اين انت من منتخب مصر؟ ماليش حظ في منتخب مصر خالص ان انا اروح. انا في الجيش كان كابتن احمد حسن وكابتن شوقي غريب كلموني ان انا هبقى موجود في المنتخب. اتصبت قبل التجمع اللي هم راحوا فيه انجلترا، متهيألي اتصبت قبليها. كنا بنلعب ماتش مع نادي الجيش اتصبت. لما جيت نادي الزمالك كان ما فيش حظ خالص عشان ما بشاركش. نادي الاسماعيلي لما قالوا اسلام جمال ان شاء الله هيبقى موجود معانا، كان في المعسكر اللي فات ده، كنت هبقى موجود. حصل المشاكل اللي هي الاضراب، اللي هم قالوا الاضراب بتاع اللعيبه ووقفوني يجي اسبوعين. دي سبب برضو ليه انا كنت مرش وانا كنت رايح. بس الحمد لله ربنا، انا مش عارف، ربنا ان شاء الله شايل لي حاجه كويسه. هبقى موجود ان شاء الله الفتره اللي جايه بالمستوى اللي انا فيه ده يعني. ولا حجازي ورامي ربيعه وعلي جبر احسن منك؟ انا قلت لك الكلام ده برضو، كنت معاك برضو ببرنامج، انت قلت لي مين احسن مساك. انا قلت ده مش غرور، انا قلت الحمد لله اسلام جمال لا احسن مساك. بس انا ما اقولش الكلام ده عشان انا شايف نفسي ان انا احسن منهم، لا. انا الحمد لله لو خدت الفرصه دي كنت في نادي الزمالك بالمستوى اللي انا بلعب بيه ده كنت رحت في المنتخب وكنت رقم واحد. عندك ايه هتقدمه منتخب مصر ولنادي الزمالك الموسم ده؟ عندي اللي انا جعان، جعان كوره، عايز اطلع كل اللي جوايا للمنتخب عشان يقولوا فعلا ده مكانه يبقى في المنتخب. الحمد لله الحمد لله الحمد لله بفضل الناس كلها، انا مصر كلها بتكلمني اللي انا عايز اسلام جمال. لو انا كنت مشيت من نادي الزمالك ده طبعا مش من مين كلمك؟ مين كلمك بعد انتهاء عرضك مع الاسماعيلي؟ الانديه مصر كلها، كل الانديه الكبيره كلموني الحمد لله. ما فيش نادي ما كلمنيش، وكلم الوكيل بتاعي كابتن سيد مرعي وميدو حسين، ما فيش حد ما كلمهمش. وطبعا احنا عندنا ازمه في الدفاع اصلا، اللعيبه المدافعين الكويسين اللي عندنا في مصر قليلين فعلا. دي الحمد لله انا مبسوط من الكلام ده كله للناس كلها بتكلمني. بس طبعا كان الاختيار الاول ليا نادي الزمالك، والاختيار الثاني ليا فعلا كان نادي الاسماعيلي. انا لو كان ما فيش، لو كنت مش هرجع كنت هقعد في نادي الاسماعيلي عشان ليه فضل عليا، وانا ما منكرش الفضل ده خالص. ويا رب يا رب يا رب العب المستوى ده في نادي الزمالك. الاهلي ما اتكلمش معاك في حاجه خالص ولا من بعيد؟ مش، ما فيش حد من الاداره. بس انا اسلام بس انا صعب اللي انا كنت اروح نادي الاهلي بامانه عشان انا مرتبط بجمهور نادي الزمالك. مين اللي كلمكم في الاهلي؟ كسان. طيب وانت طيب، اهلا وسهلا بيك. مين اللي كلمك في الاهلي؟ برضه كل سنه طيب، وداخلين على عيد وايام مفترجه واحنا في ايام مفترجه. رفضت النادي الاهلي قصاد العوده مره اخرى لنادي الزمالك او مجرد المفاوضات؟ لا انا ما رفضتش، انا ما اديتش كلمه اصلا خالص ليهم اللي انا اروح النادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي كبير واي حد يتمناه، بس انا مرتبط، بقولت لك كان ليا عقد في نادي الزمالك ومرتبط بجمهور نادي الزمالك طبعا، وكان صعب عليا ان انا كنت اروح نادي الاهلي. مكملين مع حضراتكم في حرة مباشرة مع الكابتن اسلام جمال، وحوار ساخن ولكن بعد الفاصل. مكملين مع حضراتكم ورجعنا حضراتكم مرة تانية بعد الفاصل. ضيف حضراتكم كابتن اسلام جمال نجم نادي الزمالك. اسلام، يعني واحنا بنتكلم على افضل المدافعين قلت لي انت شايف نفسك افضل مدافع. ازمة نادي الزمالك كانت في خط الظهر السنة دي، وازمة النادي الاهلي برضو في خط ظهره، وهي ازمة منتخب مصر. ايه السبب من وجهة نظرك؟ انا هتكلم عن نادي الزمالك عامه. يعني احنا السنه اللي فاتت كنت انا وعظم كلمه انا وديودار علي كوفي وسعاد طلبه كان بيخش، كان في بديل قوي قاعد بره للناس اللي بتلعب، مش عايزين يغلطوا غلطه عشان خاطر ديودار يلعب اسلام يلعب، عشان كان علي هو وكان علي وكوفي اللي كانوا بيلعبوا على طول الاساسيين. هي دي كانت تاني، انا 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 من رايي انا كنت شايف دي هي اللي كان في تنافس قوي، ودي كانت حاجه كويسه لصالح الفرقه، ده اللي انا كنت شايف. لكن السنه دي كان يعني كان دودار بيتصاب، مفيش حد خالص اللي قاعد بره. ممكن كان باهر المحمدي، طلبه بيلعب باك ليفت، ممكن ينزل جمعه وطلبه يخش. هي دي اللي كانت ناقصه، كانت نادي الزمالك كان مفيش الاحتياطي القوي اللي يخلي الفرقه اللعيب اللي موجود في المكان ده يطلع كل اللي عنده عشان خاطر ما حدش ياخد مكانه. زعلت لما ايفونا جاب جون بالشكل ده في نادي الزمالك ومدافعين نادي الزمالك كانوا بيتحركوا التحركات دي؟ هي دي كوره. انا طبعا زعلت طبعا من الخساره نفسها، مش من المدافعين بس، انا زعلت من الخساره نفسها. بس هي دي كوره، وارد ان انت ممكن تخطا لو انت موجود في ملعب ترقص الترقيصه دي.
مش برضه دي كوره ما تضمنش، ممكن او ممكن اترقص ترقيصه اكتر من دي كمان، بس يعني دي بتاعت ربنا والتركيز ساعتها في اللحظه دي، او ممكن يكون حد اعتمدوا على بعض فيها، واحد يقابل واحد يستنى شويه، ممكن يكون اعتمدوا على بعض لغايه لما حصل بالمنظر ده. بس يعني عادي، وارد جدا. علي شايل نادي الزمالك بقاله سنتين، وشايل منتخب مصر بقاله سنتين، ودي ودار برضه لعيب كبير، وربنا يكرمه الفتره اللي جايه. عايز تقول ايه لجمهور نادي الزمالك ده اخر سؤال؟ وحشتوني جدا، وحشني سلامكم ليا في الملعب، كلامكم ليا في الملعب، واهتمامكم بيا، وان شاء الله راجع تاني ونفرحكم ان شاء الله الفتره اللي جايه. كابتن اسلام جمال، انا بشكرك شكرا جزيلا، رمضان كريم وعيد سعيد عليك. ربنا يخليك يا كريم، انا مبسوط ان انا معاك، وكل سنه طيبين، وكل سنه الامه الاسلاميه كلها بخير، وان شاء الله الايام جايه كلها سعاده ان شاء الله. دي كانت اخر حلقه عندنا في حره مباشره في شهر رمضان. على مدار 30 حلقه كنا موجودين مع حضراتكم في حره مباشره، كل نجوم مصر كانوا موجودين مع حضراتكم كل يوم على مائده 90 90. بشكركم شكرا جزيلا، وان شاء الله باذن الله نشوفكم رمضان اللي جاي. سلام.